نستهل فترتنا الإخبارية السادسة بملف النقل، حيث أكد رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة النيابية عبيد ياسين ضرورة إيجاد الحلول لأزمة إضراب أصحاب الشاحنات العاملة على خطوط النقل البري، مؤكدا أن مجلس النواب يبذل جهودا كبيرة لحل الأزمة. وأشار ياسين إلى أن اللجنة تطالب بتخفيض أسعار المشتقات النفطية وفصل عملية تخفيض سعر مادة الديزل عن التخفيض الشهري وتأجيل القروض المستحقة على المواطنين للشهر الحالي وتمديد العمل بأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين ودعم قطاعات النقل المختلفة ضمن الآلية المتبعة حاليا. من جانبه قال وزير النقل ماهر أبو السمن إن وزارة النقل بصدد إيجاد حلول لهذه الأزمة، مؤكدا أنها قامت بتحقيق جملة من المطالب التي نادت بها تلك الشريحة، ومنها رفع سعر النقل على شركات الفوسفات والبوتاس، كما تم طرح عطاء لتأهيل الطرق المؤدية لمناجم رشادية بطول 14.5 كيلومتر. هذا وقال ممثلون عن أصحاب الشاحنات إنه لم يعد باستطاعتهم العمل جراء ارتفاع الكلف التشغيلية وارتفاع أسعار المحروقات. كما طالب ممثلو أصحاب الشاحنات بضرورة تخفيض الضريبة الخاصة على المحروقات وتحسين البيئة التحتية لطريق المؤدية إلى مناجم إرشادية والشارع الخلفي المخصص للشاحنات في العقبة، إضافة إلى تأجيل القروض المستحقة على أصحاب الشاحنات حتى يتمكنوا من تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها. من جهته أعلن رئيس لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة عبيد ياسين عن عقد اجتماع نيابي مع وزراء الطاقة والمالية والنقل يوم غد لبحث كل الاقتراحات المتعلقة بملف النقل ومقترحات نيابية بتخفيض أسعار مشتقات نفطية. اليوم وفي اجتماع مطول مع وزير النقل قدمنا جملة من المقترحات والحلول، وغدا إن شاء الله سنجتمع مع وزيري المالية والطاقة وبحضور وزير النقل من أجل النظر في هذه الطلبات واتخاذ القرارات. وأؤكد لكم أن اللجنة النيابية الحكومية من الأمس في حالة تشاور، وهي من الآن في انعقاد دائم من أجل الوصول إلى الحلول المناسبة للبحث في حيثيات هذا الاعتصام والحلول المرجوة. تنضم إلينا عضو لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة في مجلس النواب دينا البشير. أستاذة دينا أهلا وسهلا بك. إذن أستاذة دينا، ننتظر المزيد من الاجتماعات، حتى اللحظة لا مخرجات واضحة، ولكن ما هي الحلول المطروحة حتى تكون بشكل مستدام لحل هذه الأزمة؟ يعطيك العافية وأشكركم على هذا الحلقة والمداخلة. أنا حقيقة أؤكد كل ما تفضلتي به وأقرته، فإنه هناك بعض الحلول تم تقديمها لأصحاب المضربين وهم أصحاب الشاحنات متعلقة بقطاع النقل. اليوم إحنا مدركين بأن هذه الأزمة اللي بنعاني منها هي أزمة حقيقية ولا تتمحور فقط في أزمة قطاع النقل، ولا حتى بس فقط مغلقة على أصحاب الشاحنات. اليوم نرى في اعتصامات ومظاهرات وأيضا في إضرابات من قبل قطاع المركبات وقطاع الباصات والمركبات العمومية وقطاع النقل بشكل عام، ولكن هذا الأزمة قد تتفاقم لأن القطاع المعني ليس فقط النقل حقيقة، وإنما هناك قطاعات أخرى متضررة، قطاع الصناعة، قطاع الصحي، وقطاع يعني مختلف القطاعات الأخرى. الحوار تم اليوم في لجنة النقل بشكل مفصل من قبل أصحاب السعادة، سواء كانوا أعضاء في هذه اللجنة أو حتى من أصحاب السعادة بشكل عام. تم الحوار بموضوع أصحاب الشاحنات والضرر التي لحق بهم، سواء كان برفع تكلفة النفط أو حتى بإجمالية القطاع هذا ومدى الضرر اللي ملحق عليهم بسبب استراتيجيات الوزارة. حقيقة كان هناك حوار مفتوح من قبل أصحاب السعادة، وتم التطرق لكافة الإشكاليات اللي يعاني منها هذا القطاع بشكل تفصيلي، وتم تقديم بعض الحلول وبعض الاقتراحات من أصحاب السعادة. ولكن إحنا اليوم حقيقة الجهة المعنية هي السلطة التنفيذية، الحكومة هي اليوم وجب عليها تقديم حلول حقيقية لهذا القطاع.
الأزمة اليوم تتفاقم، ولكن هناك يجب أن يكون حلول فورية لهذه المشكلة للخروج من هذه الأزمة وما يعانيه هذا القطاع. ولكن أيضا لابد أن يكون هناك أيضا تعهدات من الحكومة والزام للحكومة على المدى البعيد للخروج بحلول جذرية، عدم تفاقم هذه الأزمة وعدم ظهور أزمة جديدة في حال يعني عدم تحقيق رغبات و متطلبات هذا القطاع. نحن اليوم نؤكد بأنه إحنا معش مواطن، ونحن نشعر بكل ما يشعر به المواطن الأردني من 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 بسبب ارتفاع تكلفة مشتقات النفط. الحلول يجب تقديمها من اللجنة معنية بكافة القطاعات، ولكن يجب أن نكون مدركين بأنه الاجتماع كان اليوم مع وزير النقل، وبالتالي لابد من يكون هناك اجتماعات متتالية مع كل من وزير الطاقة ووزير المالية للخروج بحل من هذه الأزمة، وتعهدات ملزمة للحكومة صادرة من الحكومة. لا يمكن اليوم التهاون بأي إجراء أو أي التزام تقدمه الحكومة، لأنه اليوم نحن في حقيقة نعاني من أزمة حقيقية، وبالتالي الحكومة هي وجب عليها تقديم الحلول والالتزامات والتعهدات. أنا نفسي اليوم في مكان وصدد أن ألتزم وأتعهد على الحكومة، ولكن الحكومة نفسها هي اليوم صاحبة الصلاحية وتقديم المقترحات الحلول. إحنا اليوم نقدم كافة المقترحات والتوصيات على أن تقديم الحكومة بالتزامة. نعم، ولكن أمام هذه المقترحات، إذا ما تحدثنا عن اجتماع الغد بالتحديد وعن الحلول على الأقل قريبة المدى، لن نتحدث عن حل الأزمة بشكل كامل لأننا نتفهم المطلوب هنا في هذه المرحلة وارتباطه بكافة الملفات، ولكن على المدى القريب ماذا يجب أن نحقق بعد اجتماع غد على الأقل في ظل استمرار هذا الإضراب؟ ستي، إحنا كنواب اليوم عندنا مطالب هي خفض التكلفة على المشتقات النفطية، هذه مطلب أساسي من النواب. كما أنه إحنا طالبنا بأن يتم تمديد قرار منع حبس المدين بالإضافة إلى تأجيل القروض على المواطن الأردني. نعم، هل تأتي هذه إلزامية بتشاور مع البنوك أم بقرارات صادرة؟ كيف يأتي تنفيذ هذه القرارات؟ الحكومة اليوم ملزمة بتنفيذ هذه القرارات في حال وافقت على كل مطالب مجلس النواب. الحكومة هي صاحبة الاختصاص بفرض صلاحياتها على تطبيق الحلول اللي تم تقديمها من وتوصيات تم تقديمها من مجلس النواب. نحن مقرين بأنه في حال تم تأجيل القروض، الحكومة سوف تقوم بتأجيلها وإصدارها من تعليمات البنك المركزي، وهي صاحبة الصلاحية في ذلك. فيما يتعلق في تأجيل قرار حبس المدين، احنا اليوم عندنا يعني تم تاجيل هذا على مدار هين، احنا اليوم ان بعد ازمه كورونا ومن اجل هذا القرار، فبالتالي احنا في استمراريه تقديم من الحكومه التزام باستمراريه هذا القرار بعدم حبس اي شخص عليه اي مطالبات ماليه، بحين الخروج بآلية عمل جديده، لانه احنا اليوم كمان ما بدنا يكون هناك متضررين بالاضافه الى الازمه الحقيقيه اللي تركتها يعني تداعيات ازمه كورونا. بالتالي عندنا هناك إشكالية كبيرة، وحقيقة لابد من يكون هناك يعني اليوم إذا كان هناك استراتيجية وطنية متعلقة بقطاعات، يجب إعادة النظر بهذه القطاعات، لأنه إحنا اليوم ما بدنا نكون كمان في حدوث أي أزمة مماثلة يكون عندنا هناك إشكالية فيها في قطاعات. نعم، حتى لا نصلح أزمة قطاع على حساب قطاع آخر في ذلك. 100%. نعم، يعني أتفق معك. اسمح لي أيضا في هذا الجانب، إذا ما تحدثنا اليوم حيث أن كل هذه الأمور الآن تصب في الجانب التنفيذي وهذا الأمر بيد الحكومة، فإذا ما تحدثنا عن التجاوب حتى هذه اللحظة، تحدثنا عن اجتماعات مبدئية الآن بانتظار اجتماعات مقبلة، فما هو مدى التجاوب لهذا الظرف الطارئ ولا نتحدث هنا عن أزمة عادية؟ نحن يعني اكيد بان هناك يجب ان يكون تجاوب للحكومه، يمكن هناك كانت مبادره وهي يعني جديده علينا احنا كمجلس نواب، لم يكن هناك اي تشاركيه حقيقيه سابقه، اليوم تم هناك تشارك واقعي بين الحكومه وتشكيل لجنه حكوميه نيابيه، وبالتالي هناك يعني ازمه وجب علينا احنا اليوم كمجلس نواب وحكومه اننا نتناقش ونخرج بحلول فوريه لازمه نعانيها احنا اليوم في 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 ازمه تهدد امن المجتمع، تهدد سلامه السلاسل الغذائيه والصحه. يعني اليوم مش قطاع معني هي قطاع النقل،
الاساسي. هناك قطاعات متضرره من جراء هذه الازمه اللي نمر فيها، قد تكون هناك في خسائر تكبدتها الدوله وقد تكبدها المستثمرين والقطاع الخاص، هاي تكلف يعني من سيتحملها؟ فبالتالي اليوم في الزاميه للجلوس والخروج بحلول، لا يمكن اليوم انه نتغاضى بانه هناك قد يكون يعني بتساهل بتقديم الحلول من الحكومه او بوضع حلول فوريه لهذه الازمه اللي بنعاني منها. اليوم تم اجتماع مع اصحاب الشاحنات، تم تقديم عدد من المطالبات، تم تحقيق جزء من هذه المطالبات بشكل من وزير النقل وتعهد بالالتزام بها، سواء كان من البنيه التحتيه او من الحمولات او حتى يعني اليوم كان هناك بطرح تعهد هناك بفتح عطاءات، نعم. سواء كانت الشارع الشوارع المعنيه في الجنوب. فبالتالي يعني احنا اليوم هناك قام وزير النقل بداخل اللجنه باعطاء تعهدات لهذا القطاع، وهو ملزم بتنفيذها. يعني اليوم سوف يتم محاسبه كل شخص يقدم اي تعهدات واي التزامات من قبل مجلس النواب بحدود اللي قدمها. فبالتالي اليوم احنا في ازمه حقيقيه، لابد من الخروج بحلول فوريه للخروج من هذه الازمه، وبالاضافه الى ذلك لابد من وضع استراتيجيه حقيقيه بعدم وجود اي ازمات لاحقه بسبب نعم. يعني ترحل هذا القطاع. وهذه النقطة التي ذكرتها في غاية الأهمية، خاصة فيما يتعلق بمتابعة التنفيذ وعدم الاكتفاء بالتعهدات التي كانت سابقا. شكرا جزيلا لك عضو لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة في مجلس النواب دينا البشير. حول تبعات هذا الإضراب ينضم إلينا رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير. سيد فتحي أهلا وسهلا بك. إذن سيد فتحي، نتحدث لربما الآن عن فترة محددة، ولكن مع استمرار هذا الإضراب فما هي لربما الانعكاسات المتوقعة خاصة فيما يتعلق بالأضرار؟ مساء الخير. الأول حقيقة الانعكاسات بدأت يعني الآن تقريبا التصدير متوقف. نعم. من المصانع الأردنية، وإحنا بالفترة الأخيرة بنصدر حوالي المليار زائد شهريا، فالآن التصدير توقف تماما لأنه إحنا صادراتنا بشكل رئيسي هي من طريق العقبة. وأيضا اليوم بدأ توقف بعض المصانع بسبب المواد الأولية، لأنه كثير من المصانع لها حاويات في العقبة مش قادرين الحقيقة يجيبوها من العقبة، فالوضع طبعا سيء. وخسائر أنا باعتقادي، وأنا اليوم شرحت لمعالي وزير النقل وأيضا معالي وزير الداخلية الخسائر وحقائق الأضرار اللي بتنعكس حاليا على القطاع الصناعي، هذا إذا أخذناها من الناحية المالية. لكن اللي أهم انه لا سمح الله، وانا على يقين انه لن يستمر هذا الاضراب، لكن اذا استمر لا سمح الله راح يصير في تعطل بسلسله الغذاء مثلا. يعني اليوم الحقيقه مشينا اربع مصانع مغلقات، هي مصانع الملح. مصانع الملح اليوم احنا عندنا في الاردن اربع مصانع، هذا مثال. مصانع الملح اذا لا سمح الله تعطلت بتعطل كل مصانع الالبان والمخابز في الاردن. فالحمد لله بتعاون وزير الداخلية برفقة أمنية مشينا لهاي المصانع. فيعني لا سمح الله إذا استمر ولن يستمر بيصير تعطل في كثير من مناحي الحياة. هذا هو عصب الاقتصاد الأردني زي أي اقتصاد في العالم، عصب الاقتصاد هو النقل. فهذا موضوع للأمانة ما لازم ينسكت عليه مطلقا. أنا برأيي التحرك كان لازم يكون أقوى وأكثر وأسرع من اللحظة الأولى. الآن بدك تقولي لي التحرك من أي جانب؟ نعم. سيد فتحي، عندما نتحدث عن الجانب الحكومي هنا، شوفي أنا عشان أعطيك الصافي، يعني إحنا اليوم من برا دائرة الحكومة بأنه نقترح الحلول وأهل مكة أدرى بشعابها. يعني اليوم أنا بدي أقترح أقول نزلوا النفط، الثاني بده يقول لا صار كذا. هو الحلول يجب أن تأتي من الإدارة التنفيذية، لأن هي أدرى في وضعها وحالها، لكن بأي حال من الأحوال لابد من توقف هذا الإضراب.
هذا الإزعاج. ما هي القدرة على التحمل التي نتحدث عنها هنا سيد فتحي ما دامت هذه الأضرار قد بدأت بالتحديد كما تفضلت وأشرت؟ لأنه كنا في المالية. على الصمود أمام ذلك؟ ما في صمود، أنا أقول لك إياها بصريح العبارة، على القطاع التجاري والصناعي وبالآخر على المواطن. يعني اليوم إذا بدأ في نقص، إحنا في كورونا ما نقص علينا ولا سلعة. أنا برأيي هذا الوضع الحالي ربما يكون أخطر بكثير من أزمة كورونا، لأنه إحنا حتى في الكورونا ما ما ما, ما توقف سلسلة الإمداد ولا توقفت المصانع إلا قليل، إنما اليوم إحنا في عنا توقف حقيقي للصناعات، لأنه في حاويات متعطلة أيا كان. اليوم الخسائر المالية إذا استمرت الربح يفوق كثير أكثر من فرق الوقود اللي نحط. فأيا كانت الحل وكيف طريقته، أنا باعتقادي على الحكومة حل هذا الإضراب. نعم، وعندما نتحدث عن هذه الأزمة فقد تصبح أزمة مركبة كما تفضلت، خاصة لا سمح الله، ولكن هذا يمتد إلى ما أبعد من هذا الإضراب والارتباط بقطاع معين ويمتد إلى قطاعات أخرى. والأردن بحكمته الدائمة ربنا بنجينا دائما. أنا باعتقادي المرة هاي برأيي الشخصي اليوم في تباطؤ ولو قليلا في حل المشكلة. أنا باعتقادي من أول يوم كان وجب علينا كل المسؤولين نكون في الميدان نتحاور نناقش نتصرف، وعلى أظن هاي مسؤولية على الحكومة قطعا، وعلى مسؤولية على كل مواطن. أمن البلد أنا باعتقادي هو الأهم، طول عمر الأردن آمن ولازم يبقى آمن بإذن الله. نعم، شكرا جزيلا لك رئيس غرفة صناعة الأردن السيد فتحي الجغبير.